على مدار سنين طويلة من قبل الدين الإسلامي ما يظهر، كانت في مسألة شغلة المسيحيين قوي، وهي مسألة ألوهية المسيح. هل يا ترى عمو جيسس ده اللي هو المسيح يعني ده ابن الإله وبيجري فيه الدم الإلهي وكده، ولا مجرد رسول عادي؟ المسألة دي أدت لأن المسيحيين يختلفوا ما بينهم وتتعدى طوائفهم لحد سنة 325 ميلاديا. في السنة دي بمدينة نايسيا بتركيا، الإمبراطور الروماني قرر إنه يعمل أول مجلس فيه هيتم تجميع كل البيشوبس المسيحيين من جميع أنحاء الإمبراطورية لمناقشة موضوع ألوهية المسيح ده وإيجاد حل نهائي ليه. أثناء انعقاد المجلس ده كان في قسيس مشهور كده اسمه إيريس. إيريس ده قال فكرة مختلفة شوية، قالك إن المسيح ده لمؤاخذة كده لا هو إله ولا هو ابن إله زي ما في ناس كتير فاكرة يعني، بل هو شخص عادي جدا اترسل للبشر عشان يهديهم، مجرد رسول. رأي إيريس ده عمل ضجة كبيرة قوي في المجلس زي ما هو متوقع يعني، لحد ما بقيت الأساوسة قالوا له انت بتعمل ايه، وقرروا يطردوه. وفكرة إيريس دي رغم انها كانت معروفة وفي ناس مسيحية كتير بتؤمن بيها، الا انها اتشهرت اكتر وزاد عدد الناس اللي بيؤمنوا بيها لدرجة انهم كانوا قربوا ينقلبوا على الامبراطورية كلها ويخلوا فكرتهم دي هي اللي تسود. لكن الحكام الرومانيين لحقوا الموقف وبدأوا يضطهدوهم لحد ما الناس دي بدأت تهاجر من الدولة دي شوية بشوية وسافروا دول تانية كتيرة جدا زي بلاد الشرق والجزيرة العربية. بس في الحقيقة اللي كانوا بيتبعوا فكرة الاسيس إيريس دول ما كانوش أول ناس تآمن بالفكرة دي، دي فكرة أقدم من كده بكتيرة، بدأت من أول ما بدأت المسيحية تظهر أصلا تحت أسماء طوائف كتيرة جدا زي مثلا طائفة اسمها الإيبايونايتس. في الحقيقة حتى يومنا ده، حتى النهاردة ما زالت في طوائف مسيحية بتؤمن بالفكرة دي. We use the term Unitarian, our belief in one God, to distinguish ourselves from Trinitarians who believe that God is one in three persons. دول ناس مسيحيين بس مش بيؤمنوا لا بإن عيسى في أي شيء إلهي، ولا بإن في حاجة اسمها الروح القدس، ولا بإن في حاجة أصلا اسمها الثالوث المقدس خالص. عشان كده على عكس ما في ناس كتير متخيلة، فكرة إن الإله واحد وإن عيسى ده مجرد رسول دي مش فكرة إسلامية، مش فكرة جديدة الإسلام اخترعها أو جا بيها يعني، دي فكرة قديمة جدا وأصلها مسيحي وكان وما زال لحد يومنا ده في مسيحيين بيؤمنوا بيها. السؤال بقى، إذا كانت الفكرة دي اوريدي قديمة وموجودة من قبل ما الإسلام يجي، إيه لازمة إن يكون في رسول ثالث جديد يجي عشان يقولها؟ إيه لازمة إن يكون في دين ثالث جديد بقصة جديدة بسيناريو جديد بحروب وغزوات جديدة عشان يقول فكرة كانت بالفعل متقالة وفي ناس مؤمنة بيها؟ إيه لازمة الدين الثالث الجديد ده؟ دين ما قالش أي حاجة جديدة؟ ده سؤال، بس إيه علاقة ده بمضمون الفيديو؟ أو إيه علاقة الإسيس إيريس بكتاب القرآن؟ عمو إيريس وبقية الناس اللي تم اضطهادهم دول لما هاجروا للجزيرة العربية أخذوا معهم كتبهم المسيحية كما هو متوقع يعني، بس الكتب دي كانت مكتوبة باللغة اللي كانت بيتكتب بيها الكتب في العصر ده، مش اللغة العربية طبعا، اللغة العربية دي ما كانش ليها 30 لازمة أساس، بل كانت لغة تانية اسمها اللغة الآرامية واللي بيندرج تحتها لغة تانية اسمها اللغة السريانية. اللغة السريانية دي بقى كانت هي اللغة الرسمية لأي كتاب يتكتب في الوقت ده. اللي حصل بقى عشان الدين الثالث الجديد ده يجي هو ان الدين الجديد ده مش دين جديد ولا حاجة، ده عبارة عن افكار الطوائف المسيحية دي، الطوائف اللي كانت بتؤمن بان في اله واحد وان عيسى ده مجرد شخص عادي، والقرآن ده معظمه عبارة عن ترجمة للكتب المسيحية اللي دخلت للجزيرة العربية عن طريق الاساوسة اللي تم اضطهادهم وهجروا، الكتب اللي كانت مكتوبة باللغة السريانية. عمرك سألت نفسك ليه القرآن فضل يكرر مرات كتيرة جدا انه مكتوب باللغة العربية؟ ليه كتاب من المفروض انه واضح انه مكتوب بالعربي يقول 50 مرة يا جماعة انا مكتوب بالعربي؟ ايه لازمة انك تذكر اللغة اللي انت كاتب بيها المعلومة؟ يعني مثلا المؤلفين الاغريق لما كتبوا العهد الجديد بالاغريقية محتاجوش انهم يكتبوا ولو مرة واحدة بس ان الكتاب دوت مكتوب باللغة الاغريقية، لانه واضح انه مكتوب باللغة الاغريقية. ده غير ان المعلومة نفسها ملهاش اي 30 لازمة. تكرار الجمل في القرآن اللي كانت عمالة تقول 50 مرة يا جماعة صدقوني انا مكتوب بالعربي دليل على ان كان في سيناريو تاني بيحصل، دليل مثلا على ان كانت في ناس معينة عارفة ان القرآن دوت مش عربي، وده اللي كان فعلا بيحصل. ناس كتيرة كانت بتقول ان اللي كتب القرآن دوت سمعوا من كلام اساوسة مسيحيين وترجموا ونسبوا ليه. عشان كده مثلا هتلاقي في ايات بتقول لك ايه، في ناس بتزعل محمد وبتقول عليه انه اذن، يعني بينقل كلام سمعوا من ناس تانية،
هو فعلاً أذن، يعني هو اعترف، بس أذن لمصلحتكم، وأي حد هيقول كده تاني على محمد هنعذبه لما يطلع لنا يوم القيامة. وناس تانية كانت بتقول إن الكلام دوت منقول من حتة تانية لأن إحنا سمعناه قبل كده، عشان كده هتلاقي في آيات بتقولك إيه؟ وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا، يعني إحنا سمعناها قبل كده. وناس تالتة كانت بتقول إن اللي كتب القرآن دوت نقله من مصدر غير عربي لأن في كلمات أجنبية كتير. راح القرآن ردت عليهم وقال لهم إيه؟ إحنا عارفين إنكم بتقولوا إن في حد أجنبي بيعلمه، لا 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 الكلام ده غلط، القرآن ده عربي ومش منقول من حتة تانية. الاتهامات كتيرة جدا في نقطة إن القرآن أصله مش عربي، لدرجة إن القرآن فضل يدافع عن نفسه ويهدد أي حد يقول كده مش مرة ولا اتنين، ده أكتر من 10 مرات. بس عامة خلينا نحط كل اتهامات الناس الوحشة دي الحقود على الدين على جنب، وتعالى نحاول نفهم هم ليه كانوا بيقولوا كده. إيه اللي خلى مش واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا 10، ده ناس كتيرة جدا تقول إن القرآن أصله مش عربي وفيه كلمات أجنبية كتير مترجمة. هناك خلاف بين العلماء من أهل التفسير ومن أهل العلم في قضية هل يوجد في القرآن شيء من الألفاظ غير العربية. بس قبل ما أوريك الكلمات الأجنبية اللي في القرآن، لازم الأول تعرف إزاي تقرأ القرآن صح. وعشان تعرف ازاي تقرأ القرآن صح لازم ترجعه الاول شكل خام كان عليه، لازم ترجعه لأصله، تشيل من عليه التنقيط كله، تشيل من عليه التشكيل كله، تشيل من عليه الحروف الزيادة، لان كل الحاجات دي اتضافت بعدين على مدار اكتر من 100 سنة من موت محمد. لما تعمل كده هتلاحظ ان القرآن بقى شكله غريب خالص، هتلاحظ ان الحروف كلها بقت شبه بعض، لدرجة ان من ضمن 28 حرف اللي في اللغة العربية 6 حروف بس اللي هتعرف تفرقهم ما بينهم وما بين بعضهم، وال22 حرف الباقيين مش هتعرف تفرقهم. حرف العين مثلا مش هتعرف تفرقه عن الغين، حرف الهاء اللي هو بيدل على التأنيث مش هتعرف تفرقه ما بين هاء الملكية لان مفيش تنقيط، حرف السين مش هتعرف تفرقه عن الشين، حرف السين والشين مش هتعرف تفرقهم عن ال3 حروف اللي بيكونوا جنب بعض شبه السين، حرف الب مش هتعرف تفرقه عن الت مش هتعرف تفرقه عن الث، حرف الجيم مش هتعرف تفرقه عن الح مش هتعرف تفرقه عن الخ، وهكذا. يعني اللي عايز افهمه لك ايه؟ ان احتماليه انك تغلط لو حبيت تنقط القرآن في الشكل الخام ليه بعد اكتر من 50 سنة من موت محمد، وهي الفتره اللي بيتقال انه بدأ فيها القرآن يتنقط، هي احتمالية كبيرة جدا، خصوصا انك مش بتنقط حرف ولا حرفين ولا كلمة ولا كلمتين، انت بتنقط اكتر من 77,000 كلمة. طبعا هم كانوا اكتر من 77,000 كلمة، بس القرآن اتحذف منه حاجات كتيرة جدا على مدار اكتر من 150 سنة من موت محمد، ولكن النقطة دي هنشرحها في اخر الفيديو فاهدى عليا. عشان كده المتخصصين في دراسة القرآن، واقصد هنا بالمتخصصين الناس اللي بيحللوا القرآن من جانب نقدي محايد جريء، الناس ديت لما كانوا بيمسكوا كلمة عليها مئات التفسيرات، او بمعنى اصح محدش عارف ايه معناها بس بيفتوا، كانوا بياخدوا الكلمة ديت وبيشيلوا من عليها كل الزيادات اللي عليها، يعني كانوا بيشيلوا من عليها النقط، وبيشيلوا من عليها التشكيل، وبيشيلوا من عليها حروف زيادة لو كان فيها حروف زيادة اضافت بعدين، ومن هنا بياخدوا الكلمة ديت وبيقروها من جديد، وممكن بإضافة نقطة، بحذف نقطة، بإضافة تشكيل، بحذف تشكيل، على أساس إن اللي هم نقطوا أو شكلوا غلطوا مثلا، الكلمة ديت بيظهر لها معنى جديد تماما مختلف عن المعنى المتعارف عليه دلوقتي. طب ادينا مثال يا شريف. زي مثلا الآية 146 في سورة الأنعام لما بيقول لك ومن البقر والغنم ما حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا. يعني إيه الحوايا؟ أنت تعرف يعني إيه الحوايا؟ ما تعرفش يعني إيه الحوايا؟ تعالى كده نرجع الجملة دي لأصلها ونفلترها بالطريقة اللي إحنا اتكلمنا عليها ونلعب في النقط على اعتبار إن اللي نقطوا القرآن غلطوا مثلا في نقطة هنا، نضيف مثلا نقطة على الحاء هتبقى الجوايا. الجوايا دي كلمة سريانية معناها البطون. طب تعالى كده نحط المعنى ده في الجملة دي دلوقتي ونشوف. إلا ما حمل ظهورهما أو البطون، كده الجملة بقى ليها معنى. طبعا لو جيت بحثت عن تفسير معنى كلمة الحوايا دي في المعجم هتلاقي ليها 100 تفسير، ده شيء متوقع، ولكن خلي بالك من كلمة تفسير دي. كل تفسيرات معاني كلمات القرآن اللي مكتوبة في آلاف الكتب الدينية دي ما هي إلا محاولة تخيل، بيحاولوا يلاقوا معنى يمشي في سياق الجملة. أو الآية 24 من سورة مريم لما كان بيتكلم عن ولادة عمو جيسوس قال لك إيه؟ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. يعني ايه سرية؟
سري في الأصل معناها النهر، بس هنا ما ينفعش تيجي بمعنى كلمة نهر. فناس تانية حبوا يألفوا معنى تاني للكلمة يمشي في سياق الجملة، فقالك السري ممكن تيجي بمعنى كلمة كريم، شخص كريم يعني يقصد عيسى. الكلمة دي كالعادة ملهاش معنى منطقي يمشي مع الجملة، بس ليها معنى سرياني. كلمة سريا بالسريانية تعني ابن حلال أو ابن شرعي. كده الجملة بقى ليها معنى منطقي. الطفل بيقول لمريم أمه: لا تحزني، قد جعل ربك اللي تحتك ده ولدته شرعية، يعني ما تخافيش، انت ولدتيني بدون ما حد ينام معاكي، أنا ابن حلال، يعني ابن حلال مش كريم أو نهر. سورة يوسف الآية 88: فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. مزجاة يعني ايه مزجاة؟ كلمة دي ملهاش معنى في اللغة العربية. فبعضهم حب يفسرها وقالك ممكن تيجي بمعنى كلمة فاسدة، بس دي حتى معناها غلط. يعني ايه فلما دخلوا على الملك قالوا له: احنا معانا بضاعة فاسدة فاكرمنا وادينا فلوس؟ ملهاش معنى. فاللي هنعمله هو اننا هنفلتر الكلمة ونرجعها لخامتها الاصلية ونجرب ونشوف يمكن يطلع لنا كلمة جديدة هتبقى مرجية. مرجية دي كلمة سريانية معناها طازة او مرطبة. كده الجملة بقى ليها معنى. فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز قد مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة طازجة فكرمنا وادينا فلوس. Listen to me. لو حبينا نذكر الكلمات السريانية اللي في القرآن فمش هنخلص، ده في كتب معمولة مخصوص لتفنيد كل الكلمات اللي في القرآن السريانية. أسماء كل الشخصيات الدينية اللي موجودة في القرآن مكتوبة بالنطق السرياني بتاعها، أسماء زي إسماعيل وسليمان وإسحاق ويعقوب وزكريا ومريم ونوح. النطق بتاع كل الكلمات دي ده نطق سرياني. ومش بس الأسماء، بل إن حتى المصطلحات الدينية اللي في القرآن أغلبها مصطلحات سريانية، من ضمنها مصطلحات الناس فاكرة إنها تخص الإسلام بس، زي آية، كافر، صلاة، نفس، الجنة، السيئات. بل إن حتى تلقيب القرآن للمسيحيين بالنصارى مفيش أي لغة في العالم كانت بتقول على المسيحيين نصارى غير اللغة السريانية. وطبعا في كلمات لا هي لها معنى بالعربي ولا هي لها معنى في أي لغة تانية ولا هي لها معنى حتى لو أنت حاولت تفلترها وترجعها لأصلها، زي مثلا كلمة الكوثر اللي فيه صورة كاملة في القرآن باسمها، محدش عارف ايه معناها، وكالعادة نقات التفسيرات. ففي ناس قالت لك الكوثر دي يقصد بيها الغنيمة، وفي ناس تانية قالت لك لا، الكوثر دي هي الخير والفضل الكثير. ولا القرطبي اللي ذكر 7 معاني مختلفة لنفس الكلمة، ولا ابن النقيب اللي ذكر 26 معنى مختلف لنفس الكلمة. تعدد الكلمات والتفسيرات والمعاني لأغلب المصطلحات في القرآن بالشكل المهول ده أكبر دليل إن محدش عارف إيه معنى الكلمات دي. أو مثلا في سورة عبس لما بيقولك وفاكهة وأبا، يعني إيه أبا دي؟ ملهاش معنى. أو مثلا سورة هود لما بيقولك إن إبراهيم لأواه منيب، أواه يعني إيه أواه؟ وكالعادة مئات التفسيرات. ففي ناس قالت لك أواه دي يقصد إنه بيتأوه كتير من كسر خشية الله، وناس تانية قالت لك أواه دي معناها رحيم، وناس تالتة قالت لك أواه دي معناها الداعي للخير. لاحظ إن محدش عارف إيه معناها، ورغم ذلك بيطلعوا كل المصطلحات والمعاني جميلة. ليه؟ لأن اللفظ عايد على عم إبراهيم فلازم تكون الصفة حلوة. إنما مثلا لو كان قالك إن فرعون لأواه كان الحال اختلف، كان قالك أواه دي بتيجي بمعنى قاسي، وأحيانا بتيجي بمعنى ظالم ومفتري، كله بيفتي. أو مثلا آية 63 في سورة الشعراء لما بيقولك إيه: فأوحينا إلى موسى أن أضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الطود يعني ايه الطود؟ قالوا لك معناها يمكن الجبل. بالفهلوة كده بيقول لك قسم البحر نصين فكل نص بقى عامل زي الجبل. منطقية. هم بالفعل جابوا كلمة صح على كلمة في الأصل كانت مكتوبة غلط، كانت المفروض تبقى الطور مش الطود، الراء بدل الدال بس هي اتنقلت غلط. والدليل ان كلمة الطود دي ما اتذكرتش ولا مرة في القرآن قبل كده، بس كلمة الطور اتذكرت 10 مرات، وفي كل مرة كانت بتيجي بنفس المعنى اللي المفروض ماشي مع الجملة دي، معناها الجبل. 106 miles to Chicago. We got a full tank of gas, half a pack of cigarettes. It's dark
and we're wearing sunglasses. الترجمة الكتير دي أدت لوجود غلطات كتيرة في القرآن، مش بس في الكلمات اللي ملهاش معنى أو الحروف اللي مكتوبة غلط، بل حتى في تركيب الجمل نفسها. في جمل كتيرة أو في القرآن ملهاش معنى وتركيبها غلط، زي مثلا في سورة الممتحنة لما بيقول لك وإن فاتكم شيئا من أزواجكم إلى الكفار. يعني إيه وإن فاتكم شيئا من أزواجكم إلى الكفار؟ أنا عايزك تحاول تفهم الجملة دي مع نفسك كده، مش هتعرف، الجملة فيها حاجة غلط. وكالعادة مئات التفسيرات معظمها بيقول إن معناها هربوا، يعني أزواجكم هربت وراحت للكفار، بس في الحقيقة ده مجرد فتية. وحتى يا سيدي لو ده كان معناها بمعنى هربوا، طب ليه ما قالش وإن هربت أزواجكم إلى الكفار، أو وإن هربت أزواجكم وذهبوا إلى الكفار؟ جملة بسيطة ومفهومة وواضحة ومفيش حد هيختلف عليها ومش هيطلع ألف تفسير ليها. أو الآية اللي بتقول ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم حرج أن تأكلوا من بيوتكم، يعني مفيش مانع لا الأعمى ولا المريض ولا أنتوا تأكلوا من بيوتكم. أنا مش فاهم، يعني اللي جاب الكون ده كله عمل سيناريو ودراما وحروب علشان ينزل في الآخر كتاب يقول فيه مفيش مانع يا جماعة تأكلوا من بيوتكم؟ جملة ملهاش أي 30 لازمة. وفي نفس الآية بيقولك مفيش مانع تاكلوا من بيوت معاكم مفاتيحها، يعني أنا لو سارق مفاتيح بيت حد مثلا ممكن أخش أكل عادي كده؟ وفي نفس الآية برضو بيقولك مفيش مانع تاكلوا لوحديكم أو مع بعض. خلاص يا جماعة البشرية كانت هتتشتت بدون الآية دي، مفيش مانع ناكل لوحدينا أو مع بعض. ما في اوبشن ثالث؟ طيب ما فيش غيرهم اساسا. يعني ايه واحده بس عليها 20 حاجه مش منطقيه، وغير انها مش منطقيه الايه على بعضها ملهاش اي 30 لازمه، ما فيش منها فايده، يعني لو حذفتها من القران ولا كان القران اتاثر، واللي مش هيقراها مش هيخسر حاجه. في آية في القرآن بتقول إيه؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. بس الآية دي كانت متناقضة مع اللي بيحصل، محمد نفسه ما كانش عارف معاني كلمات كتيرة أوي في القرآن اللي هو المفروض عربي وبلسان قومه، وهو مهمته إنه يشرح لهم ويوضح لهم معناه. يعني الطبري في مرة قال إن عائشة قالت إن محمد كان عنده عادة كده إنه ما بيفسرش أي آيات في القرآن إلا آيات صغيرة خالص اللي هي منطقيا كانت بتكون واضحة ومش محتاجة شرح، وده شيء متوقع حتى لو كان الكلام ده كذب، لان لو فعلا كان محمد شرح القرآن وبينه للناس ما كناش هنلاقي عشرات الالاف من التفسيرات اللي هي بتزيد كل سنة مع كل شيخ جديد يطلع. ببساطة كان هيبقى عندنا القرآن بس هو اللي موجود وكتاب واضح لكل الناس، وحتى لو كان محتاج تفسير كان هيبقى المفروض فيه تفسير واحد بس وهو تفسير محمد ليه، لان دي هي المفروض مهمته الاساسية اللي نازل عشانها. ازاي بقى انت بتقول ان القرآن نازل بلسان وقومه نفسهم ما كانوش فاهمينه، وفي كلمات فيه لا هي عربية ولا هي مفهومة؟ وإذا كنت انت هتنزل كتاب فيه كلمات مش مفهومة، لا اللي بيقول إنها وحي نزل عليه فاهم معناها، ولا اللي بيوجه لهم الكلام فاهمين معناها، ولا على مدار 1400 سنة في حد فاهم معناها وعليها آلاف التفسيرات واختلافات في المعاني، أمال انت منزلها ليه؟ ده السبب اللي خلى ترجمة القرآن لأي لغة تانية حاجة شبه مستحيلة، مش عشان القرآن بقى ما ينفعش يتكتب الا بالعربي، او ان العربي دي لغه مفيش زيها، او ان العربي دي لغه الاله المفضله، لا، بل عشان في كلمات فيه مش مفهومه، لا هي مفهومه بالعربي ولا هي مفهومه باي لغه تانية، فمش هينفع تترجم. هل يمكن ترجمه القران باللغه الانجليزيه؟ لا، لا يجوز ابدا. ده انت حتى ما تعرفش تترجم كلمه القران نفسها. يعني سؤال ليك، انت تعرف يعني ايه قران؟ الكتاب اللي انت مستعد تموت عشانه ما تعرفش معناه ايه؟ ولو رحت بحثت كالعادة هتلاقي مئات التفسيرات، ده لان كلمة القرآن دي مش كلمة عربية، دي كلمة سريانية، اصلها كلمة قريان اللي معناها بالسرياني كتاب تلاوة الطقوس المسيحي. عمرك سألت نفسك ليه القرآن ذكر اسم المسيح وعيسى 36 مرة وذكر اسم محمد 4 مرات بس؟ 36 مرة القرآن فيهم يحكي عن المسيح وحياته، واربع مرات بس يذكر كلمة محمد، وكأن الكتاب أساسا معمول عشان المسيح. وحتى الأربع مرات اللي اتذكرت فيهم كلمة محمد دي ممكن الاسم ينطبق على المسيح لو أخدت فيهم كلمة محمد دي على أساس إنها معنى مش اسم شخص. والدليل إنه في المرة الوحيدة اللي ذكر فيها اسم اللي المفروض إن رسول ما قالش اسمه محمد، قالك اسمه أحمد.
طبعا الشيوخ بيقولوا لك الاثنين واحد، معنى اسمه محمد هو اسم احمد، بس لو ده كان فعلا الحال ما كانش قال لك اسمه احمد، كان قال لك شخص احمد شخص عظيم، انما ده قال لك اسمه احمد، يعني وصفه بالاسم، ناداه بالاسم. ولا هو القران دقيق في كل حاجه ما عدا هنا مش دقيق قوي؟ وفي مره تانية قال لك ما كان محمد ابا احد من رجالكم، وده ينطبق على المسيح. المسيح ما اتجوزش ولا خلف، انما محمد كان عنده عيال واتجوز 12 مرة. He's always been a cunt. وفي آية تانية بتقول لك وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. المشكلة إن في آية تانية بتقول إيه؟ وما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. الآية هي هي بالحرف، كلمة محمد بس هي اللي اتشالت واتحطت مكانها المسيح ابن مريم. مش مقتنع لسه صح؟ طيب، في عملة قديمة اتوجدت في فلسطين بيرجع عصرها إلى سنة 647 إلى سنة 658، يعني بعد دخول الحكام المسلمين فلسطين بعشر سنين على الأقل. العملة دي مكتوب عليها اسم محمد، بس مرسوم عليها شخص ماسك في إيده صليب. أنا عايزك تفكر براحتك خالص، إزاي البلد المفروض إسلامية عملتها الرسمية كلمة محمد وشخص ماسك صليب؟ الصليب اللي هو الإسلام بيرفضه شكلا وموضوعا، لأنه بيقول إن المسيح ما اتصلبش وإن ده كله كذب، هو العملة الرسمية للبلد. إزاي؟ ولا هتقولي بقى إن دي علامة من علامات السماحة عند الحكام العرب. الحكام العرب اللي هم لما دخلوا المدن دي منعوا أي كنائس جديدة تتبني، ومنعوا أي صليب يظهر لا على سلسلة واحد لابسها ولا حتى على كنيسة. نفس الحكاية دي موجودة على عملة سورية بيرجع تاريخها سنة 686 إلى 687. العملة دي مكتوب عليها اسم محمد وجنبها شخص ماسك في ايده صليب. انا مش جاي اشرح لك ازاي ده حصل، لان حرفيا مفيش حد يعرف ازاي ده حصل، كلها مجرد محاولات تخيل الفترة دي. انا كل اللي عايز افهمه لك ان التاريخ اللي انت متربي عليه دوت وفاكر ان هو تاريخ الاسلام، ده غير التاريخ الحقيقي خالص. التاريخ الحقيقي غامض جدا. كل اللي عايز افهمه لك ان الادلة كلها بتشير ان القرآن ده معظمه عبارة عن ترجمة كتب مسيحية سريانية، ومش بس في الكلمات ولا الجمل ولا حتى اسم الكتاب نفسه، ده حتى القصص اللي فيه أغلبها مترجم من قصص ومعتقدات أساطير تانية. ناخد مثلا قصة عمو آدم وطنط حواء. لما الإله خلق آدم بعدين أمر الملائكة بأنها تسجد له، ساعتها الشيطان رفض وقال له لا لا لا، أنا مخلوق من نار وآدم مخلوق من طينة، ما ينفعش لواحد في مستوايا وأنا أسجد له. ساعتها الإله زعل ونفاه من الجنة. ترتيب أحداث القصة بالشكل دوت مش موجود في الإنجيل المسيحي عشان نقول إن القرآن ناقل منه، دي حقيقة، بس موجود في الأدب الحاخامي. الأدب الحاخامي دوت مش التوراة مثلا عشان نقول إن الإله ممكن يكون ناقل من الكتاب بتاعه الأولاني، لأ، الأدب الحاخامي دوت مؤلفات بشرية اللي كتبها بشر، مؤلفات يهودية عن الخلق والحياة اتكتبت من قبل الإسلام ما يجي بأكتر من 300 سنة، ده يعني إن القرآن حرفيا ناقل قصة آدم وحواء من قصص بشرية. قصة أصحاب السبت بتاعت اليهود، القصة المشهورة، دي قصة موجودة في التوراة من قبل الإسلام ما يجي بآلاف السنين في سفر الخروج شابتر 16. أو قصة البقرة الصفراء اللي موجودة في سورة البقرة، دي قصة موجودة في الأساطير اليهودية من قبل الإسلام ما يجي بمئات السنين. قصة يأجوج ومأجوج اللي الناس فاكرة أنها تخص الإسلام بس، دي قصة موجودة في العهد القديم في اليهودية وموجودة في كتب أساطير سريانية كتير غير اليهودية. أو قصة نوح والفلوكة، نوح والسفينة، القصة المشهورة قوي ديت اتحكت من قبل ما تنقلها الأديان الثلاثة، اليهودية بعدين المسيحية بعدين الإسلام. أقدم نسخة موجودة للقصة ديت بيرجع تاريخها لسنة 1600 قبل الميلاد، يعني قبل ما يظهر الإسلام بأكتر من 2200 سنة. أو قصة قابيل وهابيل، لما قابيل غزا أخوه هابيل وقتله، راح القرآن قال إيه؟ إن اللي يقتل نفسا بغير نفس كأنما قتل الناس كلها، واللي بيحيي نفسا فكأنما أحيا الناس كلها. الجملة اللي بتتردد على لسان كتير على إنها علامة على رحمة الدين الإسلامي، والناس بتحطها كفر على الفيس وجنبها قلوب بامبي. الحقيقة إن القرآن مش هو مصدر لا القصة ولا حتى الجملة ديت. القصة ديت بالجملة ديت اتذكرت في كتاب إسرائيلي اسمه مشنا سانهدريان. الكتاب دوت اتكتب قبل الإسلام ما يجي بأكتر من 400 سنة، كتاب يهودي بيتكلم فيه عن الشريعة والقوانين اللي المفروض بني إسرائيل يمشوا عليها. في الفصل الرابع الكتاب دوت بيتكلم فيه عن أحكام القتل، وبينهي بني إسرائيل على إنهم يقتلوا، وخاصة يقتلوا أي شخص بريء، لأن اللي بيقتل شخص فبكده يبقى منع الناس
النسل اللي ممكن يجي منه كله، ولما بيسامح الشخص دوت فبكده يبقى كأنه أنقذ النسل اللي ممكن يجي منه. وضرب مثل بقصة قابيل وهابيل لما قابيل قتل أخوه هابيل ومنع النسل اللي ممكن يجي منه. القصة متاخدة من الكتاب دوت، والدليل إن في قصة قابيل وهابيل في القرآن بني إسرائيل بيتذكروا في النص. عمرك سألت نفسك إيه علاقة بني إسرائيل بالموضوع؟ انت حضرتك بتتكلم عن بداية الخلق وقابيل وهابيل، ايش دخل بني اسرائيل في النص؟ بني اسرائيل مذكورين لان القصة دي مترجمة من الكتاب دوت اللي فيه النصيحة كانت متوجهة لبني اسرائيل، فاللي نقل الجملة دي ترجمها ووجه النصيحة برضو لبني اسرائيل. يعني شوف الكوميديا، او قصة اصحاب الكهف اللي فيه صورة كاملة في القرآن باسمها، دي قصة قديمة جدا اتذكرت في اساطير اغريقية ويونانية وليها نسخ كتير بتفاصيل مختلفة، لكنها على الاغلب كان اصلها مسيحي تحت اسم ذا سيفن سليبر اوف افسس، اللي فيها كان في 7 اشخاص مسيحيين هربوا من بطش امبراطور روماني اسمه ديسيوس واستخبوا في كهف، لكن الامبراطور الروماني اكتشف مكانهم راح قافل عليهم الكهف عشان يموتوا جوه. السبعه دول فضلوا يصلوا لعمه جيسس عشان ينقذهم، راح منيمهم سنه وصحاهم في الاخر. القصه دي مش اسلاميه، حتى قصه يوسف اللي فيه صوره كامله في القران باسمها والناس معتقده انها احسن قصه ممكن تتكتب، القصة دي اتذكرت قبل كده في التوراة وفي الإنجيل مع تغييرات بسيطة مش أكتر، يعني اتكررت ومش مرة واحدة بل كذا مرة. أو قصة الملك سليمان والملكة سبا والأقزام السبعة، نفس القصة دي موجودة في كتاب عبري اسمه بوك أوف إستر، نفس القصة اللي في القرآن مذكورة بالحرف هناك، ما عدا فرق بسيط قوي وهو إن بدل ما القرآن فيه هدهد القصة دي اللي هناك فيها ديك، فيظهر إن اللي ترجم القصة دي ترجم الديك غلط وخلاه هدهد. We're a bit indisposed at the moment, Ralph. Can you come back tomorrow? وهكذا، خد أي قصة مكتوبة في القرآن وابحث عن مصدرها، هتلاقيها اتذكرت قبل القرآن ما يتكتب بمئات وأحيانا آلاف السنين، أنت بس اللي شايف إن القصة معبرة عشان مذكورة في القرآن مش أكتر، إنما مثلا لو ما كانتش مذكورة في القرآن بس مذكورة في التوراة وقريتها هتضحك عليها. تعالى بقى نمسك القرآن من الناحية الأدبية ككتاب عادي، يعني تعالى نشيل من عليه التخويف والترهيب واوعى تنتقده ده انت هيطلع القرآن نفسه كنص يقبل النقد ده كفر. تعالى نمسكه ككتاب عادي عشان نعرف نحكم عليه. في الحقيقة القرآن من الناحية الأدبية مستوى ضعيف جدا لأسباب كتير. زي ايه؟ زي محاولات الإغراء والتهديد والترغيب بصورة متكررة مبالغ فيها بشكل غير طبيعي، تقريبا في كل صفحتين ثلاثة في القرآن لازم هتلاقي يا إما تهديد بالنار والجحيم وجهنم والعذاب، يا إما هتلاقي فيه ترغيب بالنسوان والخمرة والعصير. أسلوب التهديد والإغراء دوت معروف إنه أسلوب ضعيف بيلجأ بيه أي إنسان لا يستطيع انه يقنعك بالمنطق انك تعمل شيء معين فبيضطر يهددك او يغريك. عدم وجود ترتيب للاحداث، القرآن على الاقل مقارنة بالتوراة وبالانجيل مفهوش ترتيب للاحداث ولا القصص نهائي، قصص كتير بتلاقيها داخلة في بعض ودايما بتلاقي قطع في سرد الاحداث في نص القصة بشكل مشتت ملوش داعي. مثلا في سورة البقرة بداية من الاية 221 ولمدة 17 اية الموضوع كله بيتكلم عن النساء والطلاق، وفجأة بيتحول الموضوع ويخش في موضوع تاني خالص وهو اننا لازم نحافظ على الصلاة في وقت الحرب، بعدين بيرجع يتكلم على النساء والطلاق تاني. الايتين اللي في النص دول ملهمش علاقة بباقي الموضوع ووجودهم في النص بيشتت التفكير. وقص طبعا على دوت معظم ايات القرآن، اثناء قراءتك ليه هتلاقيك عمال تخش في حاجات غريبة وتطلع من حاجات غريبة وما بيبقاش فيه تركيز على نقطة معينة. ده مش اسلوب جيد في الكتابة، ده اسلوب تجميع مقاطع وتلزقها في بعض. مفيش في القرآن أي حس فني أو إبداع أدبي في إنهاء الجمل أو القصص، دايما النهاية في أكتر من 90% من الجمل بتكون باستخدام السجع بس عشان يضيف نغمة للجملة مش أكتر، كأن واحد عمال يعمل كوبي بيست لكذا كلمة سجع كده متحددين وعمال يحطها في كل جملة هو مش عارف ينهيها إزاي. في حشو كلامي في القرآن كتير جدا ملوش لازمة، ولو اتشال لا القرآن هيتأثر ولا حياة الناس اللي مش هتقراها تتأثر، بل على العكس في حاجات في القرآن لو اتشالت حاجات كتير قوي سلبية في العالم هتقل، أقلها جرائم الإرهاب اللي بقت حاجة شبه يومية النهاردة. قول بقى عليه عدم فهم النصوص، قول دول لا يمثلون الإسلام، قول اللي تقوله، المهم إن الآيات اللي بيستخدمها الإرهابي في قتل كل الناس ديت ما بتفيدش أي حد غير الإرهابي نفسه، ده يعني إن الآيات ديت وجودها أخطر من عدم وجودها، أضرارها أكتر من فوائدها، ده إن كان ليها أي فوائد أصلاً.
القرآن مليان تكرار ملوش لازمة، مش بس في الكلمات أو الجمل أو السجع، بل حتى في تكرار القصص والأشخاص. يعني مثلا قصة لوط اتكررت 8 مرات، قصة نوح اتكررت 11 مرة، إبراهيم اتذكر 69 مرة، فرعون اتذكر 74 مرة، موسى اتذكر 136 مرة، واتكررت قصته 7 مرات. ليه؟ استفدنا ايه احنا لما تقولنا ان موسى حول العصايه بتاعته لتعبان، ولا شق البحر نصين، ولا خلى ايده تنور؟ احنا استفدنا ايه؟ خصوصا ان مش بس القصص دي غير منطقيه ومفيش اي دليل عليها واتكررت كذا مره في نفس الكتاب، لا دي اوريدي اتكررت 50 مره في كذا اسطوره وقصه ودين تاني قبل ما الدين ده يجي اصلا. وكمان بعد ما اتكررت ده كله مفيش اي حد بيستفيد منها، ولو كانت في نسبه استفاده ضئيله فده لا يعادل نهائي في انك تفضل تكررها 50 مرة. ومش بس تكرار الجمل ولا الكلمات ولا السجع ولا القصص ولا الأشخاص، بل حتى تكرار المواضيع نفسها. يعني مثلا اتكرر تحريم لحم الخنزير وأكل الميت 4 مرات، منهم مرتين متكررين بنفس الحرف. ليه تكرر نفس الامر 4 مرات؟ انت مش قلت مرة ووصلت المعلومة؟ خلاص ليه تكررها؟ مش بيقولك خير الكلام ما قل ودل؟ انت دليت على الكلام، يبقى نحذف التكرار دوت. باختصار وزي ما قال الرائد في الاداب الشرقية ثيودور نولديك، القرآن ما فيهوش اي حس ادبي. اما بقى اهم نقطة لازم تتقال عن القرآن، فهي ان القرآن مش كتاب كامل، ده كتاب اتحذف منه حاجات كتير. نذكر منها على سبيل المثال الاحاديث اللي المفروض انها صحيحة في البخاري ومسلم وفي الموطأ والسنن الكبرى، اللي بتقول فيه ان كانت في ايات في القرآن بتتكلم عن الرجم، بس بعد لما محمد مات والناس انشغلت بموته كان في فروجه ولا فرخة ولا معزة دخلت واكلت الجزء اللي كانت مكتوب فيه الايات دي. يعني شيء يضحك فعلا لما تيجي تتخيل ان فرخة دخلت اكلت ان اللي بيقولوا عليه اهم كتاب في الوجود. واذا كنت انت من الصنف والقطيع من الناس اللي هيقولوا ان دي كانت خطة من خطط ربنا العظيمة، طيب امال ليه جابها من البداية؟ ليه قال انها وحي ونزلها ودرجها في القرآن وبعد ما محمد مات قرر يحذفها؟ ليه نزلها من البداية؟ طب ولو كان الاله في نيته انه يحذفها، طب ليه ما قالش لمحمد قبل ما يموت والنبي خد عندك الكام آية دول احذفهم قبل ما تموت؟ ليه بعد ما يموت القرآن يتغير ويتحذف منه الآيات؟ عمر بن الخطاب نفسه قال ان القرآن ناقص منه حاجات كتير، من ضمنها الجزء اللي كان بيتكلم عن الرجم دوت، وقال اننا المفروض يا جماعة نطبق حد الرجم دوت حتى بعد ما اتحذف من القرآن، لاننا كنا بنطبقه لما كان محمد عايش. قال عمر: والحديث في اعلى درجات الصحة كما بينت، ان الله تعالى بعث محمدا وانزل عليه الكتابة، فكان مما انزل الله عليه آية الرجم، ورجم رسول الله ورجمنا بعده. يعني دلوقتي انا عايز افهم، معلش انا انسان بيفكر وعايز يستفسر عن سؤال، دلوقتي الجزء اللي بيتكلم عن الرجم ده وضاع صح؟ السؤال بقى، هل دلوقتي احنا نطبق الجزء اللي الاله حذفه دوت من القرآن زي ما داعش عايزة تعمل وزي ما بعض الشيوخ بيتمنوا وزي ما عمر بن الخطاب قال، ولا لا؟ طب لو احنا المفروض نطبقها، امال ليه الاله حذفها؟ لو الإله عايزنا نطبق الحاجات اللي مكتوبة في بعض الآيات ليه يحذفها؟ الآية نفسها رفعها الله عز وجل وبقي حكمها كآية الرجم. ولو يا سيدي مثلا الإله حس بالذنب مثلا وقالك إن الحكم بتاع الرجم دوت داعشي شوية والمفروض يتخفف، طيب إيه ذنب الناس اللي اترجمت واتقتلت على إيد محمد لما الآيات دي كانت موجودة في عصره؟ اشمعنى الناس دي تترجم وتموت وتتقتل بعد كده الحكم ده يتلغي والناس اللي تيجي بعد كده ما يترجموش؟ ومش بس آية الرجم حضرتك، عائشة مثلا في مرة قالت إن كانت في آيات في القرآن بتتكلم عن رضاعة الشخص الكبير. قضية رضاعة الكبير الحديث موجود في البخاري وهو حديث صحيح وهو مذهب السيدة عائشة. يعني عشان الراجل والست يقدروا يقعدوا في أوضة واحدة شرعا، فالحل هو ان المرأة ترضع الراجل 10 رضعات ونعمل حلول بصراحة. المهم ان عائشة قالت ان القرآن في البداية خالص كان في آيات بتتكلم عن ان المرأة المفروض ترضع الشخص دوت 10 مرات. واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان مما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم. بس بعد كده ربنا غير رأيه والحكم تخفف وقال لك 5 رضعات بس كفاية مش 10. ثم نسخنا 5 رضعات
معلومات يحرمن. بس بعد ما محمد مات الآيات كلها على بعضها اللي كانت فيها رضاعة الشخص الكبير دي طاعت. نفس الحكاية ديت برضو في سورة الأحزاب اللي عائشة قالت برضو في مرة إنها كانت عبارة عن 200 آية، بس بعد لما محمد مات بقى كل الآيات دي ضاعت. دلوقتي السورة دي ما فيهاش غير 73 آية بس. ومش بس كام آية ولا جملة ضاعوا، لا ده البيهقي مثلا في السنن الكبرى قال لك ان في جزء كامل من القرآن مفقود، وان سورة الاحزاب ديت كانت بنفس طول سورة البقرة. ده طبعا غير الاحاديث اللي بتقول ان كانت في القرآن سورة بنفس طول سورة براء بس اتنست وما اتكتبتش في القرآن. ده طبعا غير الاجزاء اللي اتحذفت عن عمد لاسباب سياسية، يعني في ناس كتير صارت على عم عثمان لما طلع لهم بالمصحف الجديد بتاعه وقال لهم هو دوت المصحف بتاع محمد، لانهم قالوا ان هو حذف سورتين كانوا معروفين في القرآن، سورة اسمها سورة الولاية وسورة اسمها سورة النورين. انا عايزك بنفسك تروح تقرأ السورتين دول بهدوء خالص وتقارن ما بينهم وما بين باقي صور القرآن، هتكتشف حاجة من اتنين ملهمش تالي، يا اما فعلا السورتين دول كانوا من ضمن القرآن واتحذفوا، يا اما الصورتين دول ما كانوش من ضمن القرآن وعبارة عن تأليف بس في واحد فنان ألفهم، لان لو كانوا اتحطوا ضمن صور القرآن ما كانش حد هيعرف يفرقهم لانهم مكتوبين بنفس الطريقة. ودي لوحدها بتناقض التحدي اللي دايما بتسمعه ان ما فيش حد يعرف يطلع صورة زي القرآن. توماس باتريك في كتابه Addictionary of Islam قال ان عدد ايات القرآن اللي محذوفة كتير جدا بس ما حدش يعرف يحدد عددهم كانوا كام. جلال الدين السيوطي مثلا قال لك ان عددهم يوصل 500 آية محذوفة، يعني قد سورة البقرة مرتين ضاعوا. تعديل القرآن وحذف وإضافة صور وآيات منه كان كفيل بأنه يخلي عمر بن الخطاب يقول في حديث محدش يجي يقول أنا عندي القرآن كله، هو ما يعرفش إن في حاجات كتيرة قوي في القرآن ضاعت، بل خليه يقول أنا عندي اللي فضل من القرآن لأن أغلبه ضاع. القصة التقليدية بتاعت ازاي القرآن تم تجميعه بتبدأ من ان كان في يوم من الايام في واحد اسمه محمد راح كهف، فنزل عليه ملاك ابيض وراح قال له انت من هنا ورايح هتبقى الرسول اللي هيهدي البشرية كلها من الفساد والضياع اللي هي فيه، وانا هديك كتاب، الكتاب ده هو فيه الخلاصة بتاعت علاج البشرية كلها. طبقا للموروثات الإسلامية فإن الكتاب دوت كان اوريدي محفوظ في السماء ومحطوط هناك على رف كده على جنب، بس كل اللي عمله جبريل مش أكتر هو إنه نزل الكتاب دوت وملاه على محمد. هو كان في اللوح المحفوظ موجود قصة زينب بنت جحش وزيد كان موجود، زيد بن حارثة دي حادثة حصلت تحت في البشرية. طبعا لسبب ما مرضيش يديله الكتاب ده مرة واحدة، ده فضل أكتر من 23 سنة يملهوله، خاصة أنه لم ينزل مرة واحدة، لم ينزل مرة واحدة، أنه نزل في فترات متباعدة على مدى 23 سنة. وطبعا كما هو متوقع الكتاب دوت خلص إمتى؟ أكيد طبعا بعد ما محمد مات على طول، وبكده يبقى القرآن اتجمع وخلص، صح؟ غلط. في الحقيقة القرآن ما كانش لسه اتعمل أصلا، ده بعد 20 سنة من موت محمد في بعض الحكام العرب فكروا إنهم يجمعوا الآيات اللي كانت بتنزل على محمد ديت ويحطوها في كتاب واحد، وأنا بقول بعض الحكام لأن في بعض الحكام التانيين اللي قالوا إن دي بدعة. ليه؟ لأن محمد وهو عايش ما فكرش يجمع الكتاب دوت، فإحنا ليه هنجمعه ونحطه في كتاب واحد بعد ما يموت؟ وطبعا أنا بقول يجمعوا الآيات ديت لأن الآيات ديت ما كانتش مكتوبة كلها في حتة واحدة مثلا هم ياخدوها، لا، الكتاب دوت كان متقسم لجزئين. الجزء الأول كان مكتوب على أكتاف الحيوانات وجلد المعيز والخرفان وورق النخل، والجزء الثاني كانت فيه شوية ناس حافظاه. المهم اللي أمر بتجميع الآيات دي كلها وحطها في كتاب واحد كان واحد اسمه عم عثمان بن عفان. بعد ما عم عثمان بقى راح جمع الكتاب بتاعه خلاص بقى وكتب وأنهاه، راح عمل عليه نسخ وجمع النسخ ديت ووزعها على جميع أمصار الدول الإسلامية، وبكده يبقى القرآن خلص خلاص وهو اللي موجود معانا دلوقتي، صح؟ لا مش صح، استنى، ده بعد ما جمعه ووزعه على جميع أمصار الدول الإسلامية بخمسين سنة بدأ القرآن يتنقط، بدأ يتنقط، وبعد الخمسين سنة ديت بخمسين سنة تانية على الأقل استمرت عملية التنقيط، وبعد الخمسين سنة اللي هو جمع فيهم القرآن ووزعه بدأت عملية التشكيل وإضافة الحروف الزيادة زي مثلا حرف الهمزة، وطبعا بتنتهي الحدود على كده بأن القرآن من اللحظة ديت لحد النهاردة ما تغيرش خالص ولم يتم تحريفه خالص، لا في حرف ولا في تنقيط ولا في تشكيل، وما فيهوش ذرة شك نهائي. طبعا القصة ديت رغم تعقيدها وإنها لوحدها
كافية بأنها تخلي أي إنسان بيفكر يشك في مصداقية قصة تجميع القرآن ديت، إلا أن القصة الحقيقية لتجميع القرآن أعقد من كده بكتير. القصة ديت مليانة أخطاء كتير. زي إيه؟ زي أن عثمان لما حب يعمل المصحف الجديد بتاعه حرق حاجتين، المصاحف التانية اللي الناس عملتها في كذا دولة تانية وقالوا أن هي ديت الآيات اللي نزلت على محمد. الآن عثمان جمع المصاحف، بعد أن جمع المصاحف قال يعني ما سواها يحرق، وحرق الأجزاء اللي كانت من المفروض أنها مكتوبة من أيام ما كان عايش محمد. بعض الصحابة لم يعجبوا هذا الأمر، وهي مسألة اجتهادية، اجتهد عثمان في إحراق باقي المصاحف. يعني عثمان حرق الأصول زي جلد المعيز وورق النخل وورق الشجر اللي كانت مكتوب عليه آيات من القرآن، ودي حاجة لوحدها تشكك أي واحد بيفكر، أنت ليه تحرق الأصول؟ الأصول اللي هي لا تقدر بثمن واللي أنت بنيت عليها المفروض المصحف بتاعك، الأصول اللي هي المفروض كانت مكتوبة من أيام ما كان عايش محمد، دي تعتبر أقوى دليل عندك، بل هي في الحقيقة الدليل الوحيد على إن القرآن القديم أو الآيات القديمة مش مختلفة عن الآيات الجديدة اللي انت حطتها في المصحف بتاعك. انت ليه تحذف الاصول دي اللي لو كانت النسخة الجديدة اللي انت عملتها من القرآن مختلفة عن النسخة اللي المفروض انها كانت موجودة من ايام محمد؟ لو كان القرآن ليه أهمية كبيرة جدا وتوزع على جميع بقاع الأرض والناس كلها كانت عارفاه زي ما بيتحكلنا، كنا على الأقل هنلاقي مصادر غير إسلامية أو مؤرخين أجانب من الدول اللي احتلها العرب اتكلموا عن القرآن أو حتى مجرد ذكروا اسمه. بس ده عكس اللي حصل مع القرآن تماما، مفيش أي حد ذكر ولو حتى كلمة قرآن في أي مصدر أو وثيقة تاريخية لحد بدايات القرن الثامن. أول ذكر لكلمة القرآن من مصدر غير إسلامي كان سنة 710، يعني بعد 80 سنة على الأقل من الوقت اللي المفروض فيه إن القرآن اكتمل، وبعد 60 سنة من الوقت اللي المفروض فيه إنه اتجمع وخلص وتوزع على جميع بقاع الأرض والناس كلها كانت عارفاه. ده شيء غير منطقي، لأن العرب دخلوا بلاد كتيرة جدا خلال 60 سنة دول. لو كانوا دخلوا البلاد دي كلها عشان ينشروا دين جديد وهم ماسكين بقى القرآن في إيديهم وما إلى آخره، يبقى إزاي مفيش مؤرخ واحد أو حتى أي شخص عادي ذكر كلمة قرآن ولو مرة واحدة في كتاباته؟ ده ولا كأنه كان ليه وجود أصلا. ومش بس مفيش ذكر لكلمة قرآن، ده مفيش ذكر أصلا لكلمة دين اسمه الإسلام ولا حتى ناس اسمهم مسلمين على مدار أكتر من 70 سنة من موت محمد. الأدلة التاريخية بقى بتقول إن القرآن اتجمع على إيد خليفة الدولة الأموية عمه عبد الملك بن مروان والمساعد بتاعه الحجاج بن يوسف الثقفي. يعني عمه عبد الملك بن مروان قال لك في مرة إن أنا خايف أموت في شهر رمضان لأن فيه اتولدت وفيه اتفطمت وفيه جمعت القرآن. يعني عبد الملك بن مروان اعترف وقال لك إن أنا جمعت القرآن في شهر رمضان. فلو كان عثمان فعلا جمع القرآن قبله، ليه يجي حاكم مسلم قدوة زي عبد الملك بن مروان يجمعه تاني بعد على الأقل 40 سنة من تجميع عثمان ليه؟ ليه وإزاي يجمع القرآن تاني إذا كان المفروض أوريدي متجمع ومنتشر في جميع بقاع الأرض والناس كلها عارفاه؟ حاجة من اتنين، يا إما القرآن ما كانش متجمع من الأول أصلا، يا إما كان متجمع بس زي ما تقول النسخة القديمة اللي هي بتاعت عم عثمان ما كانتش عاجبة عبد الملك بن مروان وكان محتاج يغير فيها حاجات عشان تناسب حكمه، يحلل شوية حاجات يحرم شوية حاجات كده يعني. وعلى نفس منوال قصة عثمان، الحجاج بن يوسف الثقفي اللي هو المساعد بتاع عبد الملك بن مروان أمر بأن أي مصحف قديم قبليهم يتحرق، وبرضو على نفس منوال قصة عثمان أمر بأن المصحف الجديد بتاعهم يتعمل منه نسخ ويتوزع على جميع أمصار الدول الإسلامية. حتى ان الكلام دوت مذكور في التراث الاسلامي لما فيه في مره واحد جاي يسال انس بن مالك بيقول له هو فين المصحف بتاع عثمان اللي احنا سمعنا انه كان موجود دوت؟ قال له اختفى. ده يعني ان عبد الملك بن مروان حرق المصحف بتاع عثمان عشان يعمل مصحف جديد خالص ليه. ده يعني ان المصحف الجديد خالص بتاع عبد الملك بن مروان مختلف تماما عن النسخه بتاعه عثمان بن عفان. النسخه بتاعه عثمان بن عفان اللي هي اصلا مشكوك فيها من الالف للياء لانها اتعملت بعد اكتر من 20 سنه من موت محمد، واتحذفت منها حاجات كتير وضاعت منها صور وايات واجزاء كتير، واتحذفت منها حاجات سياسيه عن عمد. بس السؤال بقى، هل القرآن اللي معانا دوت هو نفس القرآن اللي اتعمل على ايد عبد الملك بن مروان؟
يعني هل النسخة بتاعت عمو عبد الملك بن مروان دي هي آخر نسخة تم التعديل عليها بعد السنين دي كلها، ولا دي كمان اتعدل عليها؟ عشان نقدر نجاوب على السؤال دوت لازم يكون معانا على الأقل نسخة مصحف بيرجع زمنها لزمن عبد الملك بن مروان، عشان نقدر نقارن ما بينها وما بين المصحف بتاع دلوقتي ونشوف فيه تغييرات ولا لا. لحسن حظنا ان احنا معانا احد اقدم مخطوطات القرآن اللي بيرجع تاريخها للعصر دوت. احنا كنا بالفعل لقينا شوية مخطوطات صغيرة كده بيرجع تاريخها لقبل العصر دوت، اسمها مخطوطات صنعاء. The oldest datable Quran in the world, created some 70 years after the death of the prophet. واكتشفنا ان في اثار حذف واضافة وتعديل ايات. There was another important discovery amongst the Sana'a fragments. The application of simple forensic techniques revealed earlier texts that had been washed off and overwritten. Although the hidden text revealed no contradictory meanings, words had been changed, verses and whole chapters rearranged. لكن احنا خلاص مش مشكلة، قلنا هنسيبنا من نسخة المصاحف القديمة ديت اللي تم التعديل عليها ونشوف نسخة عمو عبد الملك بن مروان وصاحبه الحجاج بن يوسف الثقفي. المخطوطات الأحدث دي بقى فيها حوالي تلتين القرآن، وبيرجع تاريخهم لبعد أكتر من 100 سنة من وقت موت محمد، يعني قرن كامل. المخطوطات دي بقى موجودة في المكتبة البريطانية اللي هي أحد أكبر مكتبات العالم، يعني انت ممكن تخش على الموقع بتاعهم وتشوف المخطوطات بتاعت القرآن دي بنفسك وتقارن ما بينها وما بين القرآن بتاع دلوقتي، بس عشان تتأكد من كل كلمة انا هقولها دلوقتي. اول حاجة هتلاحظها في المصحف دوت هو ان مفهوش تشكيل، حتى ان التنقيط اللي فيه مش كامل. ده يعني ان لحد بعد اكتر من 100 سنة من موت محمد القرآن لا كان فيه تشكيل ولا كان فيه تنقيط، يعني ما كانش لسه كامل. تاني حاجة بقى تلاحظها فيه هي ان ايات كتيرة مش موجودة فيه بس موجودة في نسخة المصحف بتاعت النهاردة، وفي ايات موجودة فيه بس محذوفة في نسخة المصحف بتاعت النهاردة. مثلا لو رحت لسورة الانفال في المصحف القديم دوت هتلاقي ان عدد اياتها 77 آية، سورة الانفال بتاعت النسخة بتاعت المصحف بتاعت النهاردة عدد اياتها 75 آية بس. ده يعني ان في ايتين اتحذفوا. سورة التوبة في المصحف دوت عدد اياتها 130 آية، سورة التوبة في المصحف بتاعت النهاردة عدد اياتها 129 آية بس، يعني في آية محذوفة. سورة هود عدد اياتها 122 آية، سورة هود بتاعت النهاردة عدد اياتها 123 آية، ده يعني ان في آية اتضافت. سورة طه عدد اياتها 140 آية، بتاعت النهاردة عدد اياتها 135 آية، يعني في 5 ايات محذوفين. سورة الانبياء 111 آية، بتاعت النهاردة 112 آية. سورة الحج عدد اياتها 74 آية، سورة الحج بتاعت النهاردة فيها 78 آية، يعني في 4 ايات متضافة. سورة الشعراء ما كانش اسمها الشعراء، كان اسمها طا سين ميم الشعراء. سورة النمل كان اسمها طا سين النمل، مش سورة النمل بس، وعدد اياتها كان 94 مش 93 زي بتاعت دلوقتي. ومش بس شوية ايات متضافة او محذوفة، احنا لو حبينا نتكلم على عدد الغلطات سواء في حروف او في كلمات او في تنقيط فصدقني هنقعد اسبوع نتكلم. المهم ان الفكرة وصلت لك، لحد الدولة العباسية القرآن ما كانش لسه اكتمل، ومش هو اللي معانا دلوقتي خالص.